شايف اليوم منو نتاع ليلة 27 بأتم معنى الكلمة. به نبدأ أول حاجة يظهر لي بالكسكسي، ما نجمش نغزل الباقي الساعة. أنا طبعا مركزة هوني الساعة والريحة هكا ضربتني بنينة برشا. ألوغ عملنا كسكسي جربي. جربي. اللي هو الحوت تفور على روحه والكسكسي تفور على روحه والصوص طابت مع الحوت بطبيعة، والحوت كي تفور هبطك الجو متاعو الكل فوق الصوص، ومن بعد سقيناهم وما نسيوش شوية خضرة شوية جرينات فلفل مقليين والقوة الكل فك البصل الكونتيتي هذيك الكبيرة متاع البصل والمعدنوس اللي حطيناها من الأول. من الأول وك شفت ما تحتين يعني تري غراند كونتيتي في الاخر ما بقى من ما قعدش برشا. اي دونك قد ما تحطوا كان فريمون انتم تحبوا مع كل مغرفه تجيكم كل المعدنوس والبصل كثروا من الاول في المعدنوس والبصل، حطوا حتى الدوبل نتاع الكونتيتي بتاعنا ما يسالش هكا ولا خاطر من بعديك بالطبيعه باش معناها باش ينقص في التياب. دونك ظهر بنين ريحه بنينه ما عنديش شك. عندك منظيف؟ لا ما عندي منظيف. هذا سورتو الكسكسي هذا معناتها احنا في الدار نسيبتي فريمون سي لا غين في الكسكسي هذا من جربه هي. هي لا ما هي من تونس رجلها من جربه. هكا هو ما تعلمت عليهم. تتعلم فوالا تعلمت عليهم هكا هو جونا كي تعملهم هكا هو هكا هو. دونك نسلموا عليها. دونك ظاهر بنين برشا. عندنا زاد عملنا سلطه مادام وقت الجناريه. دونك عملنا سلطه ودونك فرسيناها بالماسيدوان دو ليغوم المايونيز زاد كيف كيف وزينا شويه تون شويه زيتون شويه طماطم وحاجه مزيانه بريزونتابل وكل واحد يجهز كعيبه لا هو عنده سلايطه وحاجه فريشكه. باه نتعداو تويكا ليدي عجبتني برشا نتاع الغولي. شو كنت تضحك شايف عرفت تحس مش جو شايف عرفت مش جو برشا. خاطر قلت لك كيفاش قلت لك اول مره باش نعمل انا بيك. عينيش حا كيفي انا كي نعمل حاجه اول مره راه عندي شانس نتاع الديبيتون دونك تجي حاجه بنينه اما من بعد عاودها شوف وشوف. اي لا 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 بنينه برشا وبريزونتاسيون نتاعها محلاها ودونك الغولي نتاع الدقله وشمايل. شمايل. هذا هو معناها. وبيان سور ما غير ما ننساو عاده غريبه الدراع توا العيد على الابواب العيد الصغير دونك هاكا انتوما اختاروا تحبوا الطريقه المودرن ولا تحبوا الطريقه العربي هاكا كل هذه حطيناها في حويجه بورسلين بيضة والاخرى حطيناها في حويجه فخار وانتوما اختاروا انا بطبيعه تعرفوني شنو باش نختار نختارك الابراج اللي من غادي نتاع غريبه الدراع سهله برشا نفس الغوسيت تعاودوها في الحمص. في الحمص هي بيدها معناتها ارتل حمص ولا دراع عليها 250 غرام سكر 250 غرام فرينه و300 زبده ذايبه معناتها مع السمن ومع زيت الزيتون تكون 300 الكل في الكل كل في الكل. باهي سهله الغوسيت ما فيها حتى شيء في صح في صح حطيناها في الفور بتاعنا وطابت دونك بيان سور ما غير ما ننساو البن والرايب نتاع ديليس فوق طاولتنا دونك شايف ميرسي على هاد بار بالحق يظهر لي توا نجم نقول انا بعد السيزون هذه نتاع رمضان تعلمت نطيب الكسكسي بانواعه فوالا كسكسي بالفول والدجاج كسكسي بالحوت كسكسي باللحم كسكسي بالدجاج كسكسي شنو عصبين زيد عملناه قبل عملنا في مالا شايف عملناه بالعصبين كسكسي ابيض مسفوف بالسوبيا عملناهم الكل صحيح توا البراتيك ربي يجيبها هكا ولا دونك شاف وين نلقاوك؟ سنتر دو فورماسيون جامارت سنتر دو فورماسيون جامارت احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة من ملا شيف كالعادة نعطيكم دبارة جديدة نكملوا بها هكا الأيامات اللي قعدوا الجو اللي قعد هكا بتاع رمضان دونك نتقابلوا غدوة في نفس الوقت باي باي وشهية طيبة.